أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما حققته شركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي من نجاحات في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية. وخلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة للشركة جون كريسمان بحضور وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ثمن الرئيس السيسي خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطاً باحتياجات مصر المتزايده في هذا الصدد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من السيد جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركه اباتشي الامريكيه للبترول والغاز الطبيعي ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركه وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروه المعدنيه. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها استمرارا للتعاون المثمر بين مصر والشركه في مجالات البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز وتحقيقا للاستغلال الامثل لموارد مصر بقطاع الطاقه واشاد السيد الرئيس خلال اللقاء بما حققته الشركه من نجاحات في مصر على مدار الثلاثه عقود الماضيه مثمناً خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ومؤكداً حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطاً باحتياجات مصر المتزايدة في هذا الصدد من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لشركه اباتشي الشراكه المتميزه مع مصر مؤكدا تطلع الشركه بوصفها احد اكبر مستثمري ومنتجي البترول في مصر لتعزيز جهود زياده معدلات الانتاج خلال الفتره المقبله في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديده. فضلا عن حرص الشركة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية. كما تناول اللقاء أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة. في ضوء رئاسة السيد جون كريسمان لمجلس الأعمال المصري الأمريكي وحرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات وتسهيل عمل القطاع الخاص المصري والاجنبي في مختلف المجالات